السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة شادلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم غادي نشوفوا الصفحة 194 من كتاب لو شومان دي لاتر المستوى الرابع ابتدائي. عندنا اليوم واحد النص قرائي ليكتور. إفران أكرين دو فيردور. إفران هو صندوق الخضرة. شنو صندوق الخضرة؟ ماشي صندوق ديال الخضرة، ما تيشرب بطاطا، لا، وحال صندوق مجوهرات كله خضورية، فهمت؟ لأن إكرين كنقصدو به إما صندوق ديال الحلي المجوهرات اللي كيديرو فيه النساء المجوهرات ديالهم، كنقصدو به أيضا واحد الوعاء، يعني واحد بحال قبصيل كبير فيه خضورية. علاش كنقولو إكرين دو فيردور؟ يعني كله خضورية، يعني حداه الغابات، حداه البساتين، حداه. علاش هو؟ لأن جا في منطقة جبلية فيها التلج، داكشي يعني العام كامل هو فيه الماء، يعني كله خضورية. علاش كنسميه واحد إكرين دو فيردور؟ بحال كتقول ماء والخضرة، يعني ديما خضر، واخا في الصيف ديما إفران مدينة اللون ديالها خضر. إذا إفران إكرين دو فيردور. نشوفوا كما كتشوفوا في هذه الصورة، هذا انتم كتلاحظوا الخضورية اللي كاينة هنا، حتى البناء ديالها الشكل. انت مثلا عايش شوف المدينة تعرف راها إفران، باش كتعرفها عندها واحد الطابع ديال ديك الهندسة المعمارية ديال المدن الأوروبية. علاش؟ لأن فيها الثلج، وحتى المدن الأوروبية فيها الثلج. كتلاحظوا كيديروا هذا القرمود، هذا داير بحال هكا مايل، باش الثلج واخا كيبقى محطوط. بحال مثلا إلا كان البني بحال ديالنا مربع هكا ويكون كيكون الثلج بزاف، راه يبقى يقطر. علاش؟ لأن الثلج ما كيبغيش يذوب خلاص. إذا هنا القرمود كيسهل أن من الثلج من يذوب يبقى كيهبط بسهولة وما يدخلش في الديور، ما يتسربش في السطوحة ديال الديور. وعند هذا اللون، هذا القرمود واضح. اذا في ما مشيتي كيبان لك بانك مثلا دخلتي حطوك من مشي الطياره وحطوك هنا في افران، تقول انا في اوروبا. لما سمعتيش الهضره ديال المغاربه تقول انا في اوروبا، لان المدينه نقيه بزاف وفيها هاد الهندسه المعماريه ديال مدينه اوروبيه. اذا نشوفوا الاسئله ديال الفهم، الاسئله قبل ديال الملاحظه اللي في الاول. جوبسيرف، ولاحظ. كو ريبريزونت ليماج، شنو كتوضح لينا هاد الصوره اللي شفنا الفوق ديال مدينه افران؟ اقولك شنو كتمثل الصوره، تقول له سي لا فيل ديفران، هذه مدينه افران. الي كونو، معروفه. باش معروفه؟ با سون اركيتكتور، معروفه بالهندسه المعماريه ديالها لان كتشبه المدن الاوروبيه. ثم السؤال الموالي يقول كومون تروف تو سو بيزاج، كيفاش كيبان لك هذا المنظر هذا؟ اي بوكو، وعلاش؟ واش منظر زوين؟ قلنا علاش. منظر خايب؟ قلنا علاش. غتقول له ستان بو بيزاج، وهذا المنظر زوين باسكيل يا بوكو دو فيردور. حنا كنا كتعجبنا الخضوريه، واش كتعجبك الصفوريه ديال الصيف والدنيا كحطه، ولا كتبان لك كيعجبك الخضوريه؟ لا، كنا كيعجبنا الخضوريه، اذا كيجينا المنظر زوين. سي ان بو بيزاج، ما منظر زوين. علاش؟ لان كاينه بزاف ديال الخضوريه، واضح. ثم السؤال الموالي، كيل لو تيتر دو تيك، شنو هو عنوان النص؟ عنوان النص كما شفتوا هو افران اكرين دو فيردور. افران هو صندوق ديال الخضره ديال اللون الاخضر، واضح. ثم السؤال الرابع يقول دابخي لو تيتر اي ليماج، انطلاقا من العنوان ومن الصوره، دو كوا ساجيتي دون سو تيكس، على من يهضر هذا النص؟ انطلاقا من اللي شفتي العنوان والصوره، على من في نظرك غادي يهضر هذا النص؟ غنقولوا لو تيكست بارل دو لا فيل دي فران، هذا النص كيهضر ولا كيتحدث على مدينه افران. بنقراو النص قراءه عاديه ثم نشرحه، ومن بعد نديرو قراءه متأنية. إفران إكرين دو فيردور. إفران إما وعاء ولا صندوق مجوهرات كيتوجد فيه الخضورية. إفران سي لو ماروك دي أوتور، إفران هو مغرب المرتفعات. سولوي، إنه. دو لاتلاس، مغرب ديال الأطلس. إي دو سي ماجيستيو غولييف، وديال غولييف هما التضاريس، يعني بتضاريسه الفخمة. تضاريس، كتعرفوا التضاريس هي الجبال، السهول، الهضاب، هذه التضاريس. بتضاريسه الفخمة ماجيستيو، علاش كتسمح سا ماجيستيو لو روا محمد السيس، يعني صاحب الفخامة، صاحب الجلالة الملك محمد السيس. هذاك الشيء كنقول ماجيستيو، يعني فخم.
التضاريس ديالها الفخمة. سيت فيل، هاد المدينة اللي هي إفران، سيتوي أو ميليو، التي تقع في وسط، سيتوي لا سيتوياسيون ديالها يعني الموقع، الوضع ديالها أو ميليو، وسط دي مونتاني، وسط الجبال. سيربون، سيربون من جاية الفيرب سيربوند، يعني فاجأ، تفاجئ. La surprise, il y a une moufage, surprend le voyageur. Il y a une moufage ou le moussafir. Là, il y a une moufage. Des lacs, qui sont des bouhairats, à l'onde. L'onde ou le ma. Bima et ha, elle est tranquille. Bima et ha, des bouhairats, elle est. Des cascades. Des cascades ou ma chalalat. هكذا تسمى دي كاسكاد، كاسكاد اوزود، شلالات اوزود مثلا في ازيلال، او شلالات ديال اللي كاينه هنا في شفشاون كتسمى اقشور، شلالات دي كاسكاد كي ديفيرس، ديفيرس يعني كتكب، كتكب يعني تصب، ديفيرس لور او، الماء ديالهم فخواد. علاش الماء ديالهم ديال هاد لي كاسكاد كيكون بارد؟ علاش؟ لانه كيخرج من المنابع الطبيعية اللي كتكون في الجبل، كيكون مخزون بارد في الجبل وكيخرج من دوك العيون، وهذوك هو اللي كيكب في دوك الشلالات. علاش كيكونوا بارد الماء ديالو؟ لوغ او فخواد دون لي فالي، في كيكب هذاك الماء ديالو البارد فياش في الويديان لي فالي. تو تو تور يعني داير بداك الشيء، داير بها. تو تو تور يعني داير بها. لا بلو غروند، داير بإفران، هذيك لا بلو غروند فوري دو سيدر، يعني الغابة، أكبر غابة ديال الأرز، سيدغ هو الأرز دو سوموند، في هذا العالم أكبر غابة ديال الأرز في كاينة، كاينة في إفرا دو سوموند. سيز أغبغ دغاس، الأشجار ديال هاد الغابة هادي دغاس يعني كتطلق، دغاس علاش كتسمع كيقولك جاي دغاسي ما طوند، يعني طلقت الخيمة ديالي. لا طوند ما كتمشي تخيم في شي جبل ولا هذا، ولا أن كومبينغ اون دريس لي طونط، يعني كنطلقوا دوك الخيمه، كتكون مجموعه حنا كنطلقوها اون دريس. اذا سي زارب دريس، هاد الاشجار كيطلقوا لوغ سيلويت، كيطلقوا الظلال ديالهم. السيلويت هو الخيال، مثلا كيقول لك شفت واحد لا سيلويت خلعتني، شفت واحد الخيال خلعني. اذا كتطلق داك الظل ديال هاد الشجر، كيطلقوا داك الظل ديالهم والخيال ديالهم. سول نيل، اش كتعني سول نيل؟ سونيل هو مهيبة، يعني كدير الخلع. سونيل يعني داك الخيال مخيف مهيب، كيبان لك الخيال كبير ديال ديك الشجرة. سونيل مهيب أو فخم، واضح؟ ممكن تسميه مهيب أو ممكن تسميه فخم، شي حاجة كبيرة. سوغ لي بونت، لي بونت شنو هما المنحدرات؟ علاش كيقولك راه كاينة لا بونت هنا، الماء راه كيهود لهاد الجهة حيت كاين لا بونت، يعني لي بونت هما المنحدرات، مايل لواحد الجهة. سور لي بونت دو موان اطلاس، المنحدرات ديال الاطلس المتوسط. كيل كوفغ، التي تغطيها. كيل كوفغ دي مونتو، واحد المعطف اخضر. واش كاينه معطف اخضر؟ لا، هذا فقط تشبيه. واش لابسه هذيك الارض لابسه مونتو، لابسه معطف؟ لا، هذا فقط تشبيه. كبوط، واش لابسه كبوط؟ لا، كنشبهو بان بحال لابسه شي كبوط خضر، واضح؟ لان كلها خضراء راه بحال لابسه شي كبوط خضر. افران سي سيت اوتيل دو لوكس، افران هو هذا بحال واحد الفندق فخم فاخر، شي فندق اللي كيكون ديال سبع نجوم ولا خمس نجوم، شي فندق واعر. كي سو تروف او بو ميليو دو ماروك، اللي موجود في وسط المغرب. اذا بحال لا كتقول بحال افران بحال شي جوهره وسط المغرب، يعني شي حاجه واعره وسط المغرب، بحال شي مدينه اوروبيه مخشيه وسط ديال المغرب. اذا شرحنا النص، نعاودوا نقراو قراءه متانيه، ولكن هنا نشوفوا نديروا طليله على هاد الكلمات اللي اختاروا لنا هما انها كلمات صعبه. مثلا اكران، كما شرحت لكم، كما قالك افران، اكران دو فيردور، اكران مقصود به هو ريسيبيون، واحد الوعاء بحال واحد زلافه كبيره، ولا واحد الطبسيل كبير، ولا واحد البانيو كبير، ريسيبيون وعاء، ولا بواط ابيجو، ولا علبه ديال المجوهرات، بحال كنقولوا علبه اللي فيها الخضوريه. اكران دو فيردور، فيردور هي الخضره، جايه من كلمه فير. اوند، اوند راه فيها علامه تما في النص. اوند الشرح ديالها هو المياه، قلنا دي لاك الون ترونكيل، يعني هذوك البحيرات بمياهها
الهادئة. صنال هو غرانديوز، يعني شي حاجة كبيرة، ماجستيوز يعني شي حاجة فخمة، صنال يعني كبيرة وفخمة، ضخمة وفخمة. واضح؟ نعاود نقراو النص قراءة متأنية كلمة بكلمة. إفخان إكران دو فيردور. إفران سي le Maroc des hauteurs, celui de l'Atlas et de ses majestueux reliefs. Cette ville située au milieu des montagnes surprend le voyageur. Là, des lacs à l'onde tranquille, des cascades qui déversent leur eau froide dans les vallées. Tout autour, la plus grande forêt de cèdres de ce monde. Ces arbres dressent leur silhouette solennelle sur les pentes du Moyen Atlas, qu'il couvre d'un manteau de verdure. Ifrane, c'est cet hôtel de luxe qui se trouve au beau milieu du Maroc. Oui, je répète. Ifrane, écrin de verdure. Ifrane, c'est le Maroc des hauteurs, celui de l'Atlas et de ses majestueux reliefs. Cette ville située au milieu des montagnes surprend le voyageur. Là, des lacs à l'onde tranquille, des cascades qui déversent leur eau froide dans les vallées, tout autour la plus grande forêt de cèdres de ce monde. Ces arbres dressent leur silhouette solennelle sur les pentes du Moyen Atlas qu'ils couvrent d'un manteau de verdure. Ifrane, c'est cet hôtel de luxe qui se trouve au beau milieu du Maroc. Voilà. Je comprends. De quelle ville parle le texte? Il y a une ville qui est dans le Nas, en tout cas. Le texte parle de la ville d'Ifran, la Madinette Ifran. Où se situe la ville d'Ifran? Ifran se situe au milieu des montagnes. Que se trouve-t-on autour de la ville d'Ifran? شنو كنلقاو في النواحي ديال مدينه إفران؟ شنو كنلقاو؟ تقولوا tout autour la plus grande forêt de cèdres de ce monde. يعني في النواحي ديال إفران كاينه، يعني دايره بإفران، autour يعني دايره بإفران، الغابه، اكبر غابه ديال الارز، ديال الشجر ديال الارز والصنوبر راه معروف، دو سو موند ديال هذا العالم. الشجر ديال الارز هو دوك اللي كيديروا في دوك اعياد الميلاد، دوك في اوروبا النصارى كيحتفلوا بعيد الميلاد كيديروا ديك الشجره ديال الارز وكيزوقوها. دابري لوتور يعني من على حسب الكاتب، لوتور هو الكاتب، شنو اكوا ريسومبل افران، لمن كتشبه افران بحسب شنو جا في النص، بحسب الكاتب شنو قالنا في النص، افران لمن كتشبه؟ قال لك افران ريسومبل ان نوتيل دو لوكس، افران جات بحال شي فندق فخم qui se trouve au bon milieu du Maroc. Bhal la chi fondok fakhm wasata al-Maghrib.
يعني بحال شي لؤلؤه وسط داك العقد، عندك شي عقيق وعندك شي لؤلؤه وسطو، هذه هي افران يعني في الوسط المغرب كتبان مع شي جوهره. نامور لهنا جولي اوت فوا، اقرا بصوت مرتفع. كما كتعرفوا ممكن تكون عندنا عريضه واحده كتعني فاصله، وممكن يكون عندنا جوج عريضات كيعني النقطه. اش كتعني عريضه واحده؟ يعني وقوف قصير، وجوج عريضات كيعني وقوف طويل اللي كتكون في النقطه. إفران سي لو ماروك دي زوتور سيلوي دو لاتلاس اي دو سي ماجيستيو ريليف. وقف هنا. Cette ville située au milieu de montagnes surprend. Non, mais tu crois que des montagnes surprend le voyageur. Là, des lacs. Mais tu crois que là, des lacs à l'onde tranquille, des cascades qui déversent leur eau froide dans les vallées. Fille Elouidi. Voilà. Now, Ifran, c'est le Maroc des auteurs, celui de l'Atlas et de ses majestueux reliefs. Cette ville située au milieu des montagnes surprend le voyageur. Là, des lacs à l'onde tranquille, des cascades qui déversent leur eau froide dans les vallées. Voilà, je réagis. Qu'as-tu apprécié dans ce texte? Et pourquoi? J'ai apprécié le titre. Le nom est joué. ان كنقول بان بحال شي علبه المجوهرات، راه عنوان الاختيار ديالو جميل. اي لا ديسكريبسيون عجبني حتى الوصف، الوصف انه كيفاش كان كيوصف افران بانها بحال شي فندق، بحال شي جوهره، بحال دون سو تيكست سي اتخايون. هذا الشيء كان مثير وجذاب. نجاوب السؤال الموالي، قال لك اسك تو ديجا فيزيتي لا فيل ديفران، واش فايت لك زرتي مدينه افران؟ تقول له وي سي اون فيل مانيفيك، هذه مدينه رائعه افيك سون اسبي اوروبيان، يعني بداك يعني عندها واحد الطابع اوروبي، يعني كتبان لك بحال راك انت في مدينه اوروبيه. وهكا كملنا الصفحه ديالنا 194، الى اللقاء.